تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من نظيره التركي رجب طيب أردوغان وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول متابعة التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة حيث استعرض الرئيسان التحركات الجارية لحشد المجتمع الدولي نحو موقف موحد لدفع التهدئه وخفض التصعيد. واضاف متحدث رئاسة ان الرئيس التركي ثمن الدور المصري في تنسيق الجهود الانسانيه وتعزيز مسار السلام، حيث شدد الرئيسان على رفض التهجير القسري للفلسطينيين من اراضيهم، وكذلك ضروره استدامه ادخال المساعدات الانسانيه لقطاع غزه بشكل مستدام، مع تاكيد اهميه تكاتف المجتمع الدولي للعمل على انهاء الصراع الفلسطيني. الإسرائيلي بشكل نهائي واستناداً لحل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية